السلام عليكم بنات، مساء الخير عليكم. ان شاء الله غادي نوجدوا واحد فقيقصات مالحين. غادي نحتاجوا ليه ان شاء الله واحد ثلاثة ديال البيضات. بسم الله، غادي نحتاجوا البنات نص كاس ديال الزيت، واحد جوج معلقات ما كاملش لاروب، نص كاس وتزيدي عليها شي جوج معلقات. غادي نحتاجو مليحه على حسب الذوق، درت تقريبا شي راس معلقه عامر. غنحتاج واحد معلقه سكر كبيره. غادي نحتاجو البنات ربيع كاس ديال الماء. غادي نخدم هادشي، تقدري تخدمي غير بيدك. غادي نحتاجو البنات واحد المعلقة كبيرة ديال البصلة بودر، هاد الحرشة اللي كنخدم بها ديما، متستعمليش هاديك اللي دايرة فحال الطحين. وغادي نحتاجو واحد المعلقة ديال الثومة بودر عامرة. غادي نحتاجو زعتر تقريبا واحد المعلقة صغيرة عامرة، والسودانية نخليوها هي الاخرى باش نديروها. نخلطو هادشي، كنزيد البنات واحد الخمارة كنبدا نزيد الطحين بشوية، تقريبا واحد نص كيلو ما كاملش على حساب هذا ماشي طراب، هذا غير ديال الريوس ديال العجان بحال هكا تعجن. غادي نزيدو البنات واحد تقريبا ثلاثة المعالق ديال الفرماج، ما نكتروش الطحين. تقريبا البنات هزت لينا شي نص كيلو ديال الطحين، قل شي ثلاثة المعلقات.
الا عندك العجانه ديري في العجانه، الا كاينه العجانه ديري في العجانه، ما كايناش ديري غير بيدك، غير خدميها مزيان. كناخذوا البنات نص ديال العجينه، هاد نص ديال العجينه البنات كنزيدو معاها واحد ربعة الحبات ديال الطوماط سوغيز يابسه مجفه، ربعة الحبات صافي. كندخلوها في غادياتها بحال هكا، هنايا في النصف الثاني كنزيدو واحد المعلقه ديال الكيتشوب، عندي واحد المعلقه ديال المطاغ، المطاغ ديال عندكم البنات هذا اللي فيه الحبيبات، لما عندكش ديري العادي. كنزيد واحد جوج معالق ديال السودانيه، انا نزيد ثلاثه، واحد معلقه صغيره ديال صوص نيوكمان، عندك ما عندكش ما ديريهاش. الا ما عندكش ديري ديال المحار، كنصدي فيها غير شويه. انا بقات عندي فيها غير واحد نص معلقه، صافي البنات تنخلط هادشي كامل، كنعاود نخلطو. كنجيبو المول اللي غنديرو فيه البنات، انا خديت هاد الشكل ديال هاد المولات، غادي ندهنتهم بالزبدة باش يجيكم البنات ساهلين في الدهن، كدهنيهم بالبروسة هي اللي غتسهل عليك ان توصلي الداخل. صافي البنات كناخذهم كنرشوهم بالطحين، كنرشوهم بالطحين مزيان، على هذا الشكل كنرش الاخر، ضروري البنات مترشوهم بالطحين. كناخدوهم البنات تنصبو فيهم هذيك الخلطة ديال العجينة، راه ما عمراتش البنات، باقي تقريبا انا نوريكم تلاش باقي الفراغ حيت مازال غادي تطلع تتخمر.
البنات، راه باقي الفروع تقريبا راه الصبع ديالي كامل باقي خاوي. حاولوا البنات الا حركتوهم باش ما تخرجش لكم العجينه من تحت، الا حركتها حركها غير بشويه. كناخذ الخلطه الثانيه كنديرها في القالب الاخر، دابا البنات غادي ندخلها فران سخون، غنخليها تتبان ليا طلعات خمرات وتحمرات من الفوق، غادي نحيدها من المولات وغنخليها حتى تبرد، نغطيها وغادي نخليها ان شاء الله حتى الصباح عاداش غادي نقطعو ونعاود ندخلو يتحمر. ظننا البنات هذا بركة عليه، غنزيد هاد شويه من الفوق على هذا حيت هذا باقي فيه اتساع بزاف. تقدري ديري شي ثلاثة نسمات وكتديريهم في مول واحد، كتخوي الاول وتعاودي تخوي الثاني وتعاودي تخوي الثالث، غير انتي خصك تخلي تقريبا قد هكا ديال الفراغ، تقريبا قد هكا تتعبري بواحد الصبية كتخلي تقريبا قد هكا ديال الفراغ باش يلقى فين يطلع اخمر. وإلا خفتوا البنات يخرج لكم من الفوق كتقليه بشي حاجه ثقيله، شي بلاطو ثقيل ولا مقله ثقيله ولا لاطا اللي كان. ان شاء الله البنات دابا غنمشي ندخلهم الفران سخون يطيبوا ومن بعد يخرجوا نوريكم كيفاش تيخرجوا. ان شاء الله البنات بعد ما طابوا لينا في القاس ديالنا ها هو كيجي على الشكل، واخا شوفوا شحال خليت فيها البنات ديال الفراغ ومع ذلك خرج لي شويه معليش، المهم انه هكا كيطيب كيتكرمل من التحت، ماشي كيتكرمل تيتحمر من التحت، باقا سخونه ما قدرتش نهزها، كنشوفوا هكا تحمر من الفوق وتحمر من التحت. صافي تنحيدوها البنات، نخليه واحد شويه غير يبرد ونحيدوه من القوالب، نخلطيوه نغطيوه بواحد سريبيته ونخليوه حتى الصباح ان شاء الله تيكون شد راسو ان شاء الله. من بعد غادي نقطعوه. يلا البنات تصبحوا على خير، انا غير غادي يبردوا لي شويه غادي نحيدهم. السلام عليكم البنات، ان شاء الله من بعد ما الفقاس ديالنا خليناه حتى لغد الصباح خديته قطعته، من قطعته شعلت الفران تسخن مزيان مزيان عاد دخلت اللاطا. البنات ملي غير تشوفو هكا كيتقوس التحميره عاودي قلبي ديك الساعه ما تخليش يبقى يتقوس لك بزاف. هانتوما البنات باش يجي مقاد، حيت الا خليتيه كيتقوس وكيتحمر غير من جهه وحده اللي غادي تجي تقلبيه ما تبغيش ديك التقويصه تحيد لك، غير تشوفيه بدا كيتقوس قلبيه، غير عاوتاني تشوفيه بدا كيتحمر عاوتاني من الجهه الاخرى قلبيه على الجهه اللي كانت المره الاولى. هانتوما البنات هذا اللي كنت في الاول درتو بطوماط سوغيز، هاد الوسطاني يلا عجنته من وراكم حيت جاني قليل، هادي ديال طوماط سوغيز وهذا هو اللي عجنت معاكم. هانتوما البنات هاد جوج الوسطانيين
عجنتهم من بعد. البنات ردوا ليه البال وهو تيتحمر باش يتحمر لكم مزيان ما يتحرقش، وما تقطعيش رقيق بزاف. هانتوما البنات على هاد الفورمه، تقطعيش عاوتاني رقيق بزاف حيت ملي غتبدي تقلبي فيه غادي يتهرس لك. هانتوما البنات واللي ما بغات تخليه كمربع، ملي كتحيديه من هذوك القوالب كتشديه ملي كتقطعيه على هذا الشكل مربع، كتعاودي تقطعيه مثلث الا بغيتي ديريه بحال هكا. بحال هكا كانت كتقطعيه مثلث الا ما بغيتيش يبقى على شكل هذا المربع، وبالطرق كلشي كيجي زوين وكتبقى طريقه سهله للمملاحات. صراحه انا جاتني طريقه سهله على انك تبقى يديريه صغير بزاف تيعذب صراحه، ويمكن لك تنسمي باي حاجه بغيتي. وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وراه بنين. واللي ما بغاتش البنات دير السودانيه ديك المطحونه ديال الهريسه حتى هي كتجي زوينه بزاف. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه ان شاء الله. يلا البنات بالصحه والراحه.